الله يسعد اوقاتكم بكل خير حبايبي، مرحبا بكم على قناتكم سوري سور الجاتو. يسعدني اني رجعت لكم من جديد بوصفة. وصفتنا اليوم هو كيك اسفنجي من دون قالب ومن دون فرن. وصفتنا لليوم هو الكيك الاسفنجي من دون قالب ومن دون فرن. اي نعم حبوباتي، سمعتوا، بلا قالب وبلا فرن، بنين وخفيف ويذوب في الفرن. هذه الوصفة سهلة مهلة بمكونات بسيطة ومتتطلبش الكثير من الوقت. بطبيعة الحال راح يكونوا بعض النصائح في الفيديو هذا، نتمنى منكم انكم تسمعوهم مليح مليح للاخر وتطبقوا هاد لاغوسيت وتعطوني ارائكم. بطبيعة الحال اذا كان عجبتكم لاغوسيت متاع اليوم ما تنساوش تعملوا لايك للفيديو وتبارتاجيوها، واذا كان كنتوا اول مرة تزوروا القناة نتمنى انكم تشتركوا. لعمل وصفتي لليوم نحتاج وحدة ياغورت محلات 125 غرام، فيها عندي هنا 180 غرام سكر، وحدة سكر فانيلا، 150 غرام زيت، 350 غرام فارينة، مع وحدة خميرة حلوى 10 غرام. هنا عندي 150 غرام حليب وأربعة بيضات. هنا كما راكم تشوفوا في الكوف تاع الغبو تاعي حاتي الأربعة بيضات، راح نضيف عليهم السكر والسكر فانيليا ورشة الملح اللي ديما ننسى باش نقولها لكم، عفوا. دونك السكر فانيلا كما راكم تشوفوا، ونضيف عليهم رشة الملح كما قلت لكم، ونحطهم ندربهم بالخلاط نتاعي حتى لين يضاعف الحجم نتاعهم. دونك حبوباتي هنا كيما راكم تشوفوا خدمت مليح مليح السكر والبيض مبعثهم حتى لين تضاعف الحجم نتاعهم ولا لونهم ابيض. هنا نبدا نضيف لهم المكونات السائله اللي هي الحليب، ونخدم مليح كذلك. بطبيعه الحال ما تنساوش تضيفوا الزيت. وبطبيعة الحال في الآخر علبة الياغورت، فوالا زدتها كاملة، ونخدم مليح مليح. ثم نضيف الفارينة تدريجيا. بطبيعة الحال ما ننساش خميرة الحلوى اللي هي بوزن 10 غرام، هنا عندي نضيفها من توا. دونك حبوباتي كيما راكم تشوفوا لاجنواز نتاعي راهي واجده، سي بون الي بريت، ما بقى لي الا نحطها في الكيسان. دونك حبوباتي انا هنا خديت الفناجل هذو تاعي، دونك هنا عملتهم بالسبراي تاع الزيت تاع الزبده، باردون سمحوا لي، اللي هو هذا. نتوما دهنوهم باش ما يشدولكمش مليح مليح بالزبده، وزيدوا لهم من الفوق الفارينه. نصيحتي لكم انكم تدهنوهم بالزبده وتزيدوا لهم الفارينه. دونك كل وحده تختار الفناجل اللي يحب تحبهم واللي يساعدوها. ونعمر الفنجان نتاعي بخليط لاجينواز حتى يصلوا 3 ارباع الفنجان. دونك الفنجان نعمرو 3 ارباع. وهنا خديت اون لوش مي نتوما تعملوا كيما يظهر لكم. بطبيعة الحال حبوباتي لاجينواز هذه تنجموا تحطوها في قالب كبير وطيبوها في الفرن على 180 درجة. دونك هنا يا حبوباتي انا خديت الطنجره اللي راح نطيب فيها، في القاع نتاعها حطيت ورق طبخ او ورق نشاف. ثم نبدا نضيف الماء حتى لين يوصل الى نص الكاس، يعني كي يوصل الماء لهنا نحبس. كي تضيفوا الماء ضيفوه بالعقل بالعقل، عندكم تقيسوا الكيسان نتاعكم وتشمخوا لاباط.
دونك هنايا حبوباتي الخطوه الاخيره اللي هي ناخذ منديل نظيفه ونغطي به الطنجره تاعي كيما هكا تشوفوا. هذه الخطوه اللي تري تري امبورطون باش لا فابور اللي تطيب بها الكيك ما تجيش فوق الكيك. ونغطي الطنجره ونحطها على نار مهيله لمده ساعه. حبوباتي ساعة تعدات ديجا، هاني جيت طليت عليهم وعملتلهم لو تيست نتاع العود. دونك نتوما اذا كان شفتوا اللي هما مازالوا ما طابوش بعد ساعة تزيدوهم ربع ساعة. دونك كيما قلت لكم تشوفوا تعملوا تيست، اذا كان خرج لكم مازالوا ما طابوش تزيدوهم ربع ساعة. انا خذوا مني ساعة وعشر دقائق حسب التقريب وتعبوا وخرجوا يشهيو كيما راكم تشوفوا فيهم. اذا كان عجبتكم وصفة اليوم اضغطوا على لايك وبارتاجيو الفيديو باش ندير لكم اذا كان تحبوا كيك المقلة بحجم عائلي. من الفوق زينتها بشوية باتا تختيني، جبتها معايا من زي لباتا تختيني هايلة بنينة بنينة بنينة. نحط لكم لفوتو نتاعها في لاباج فيسبوك ان شاء الله. وشوية لوز ايفيلي كما راكم تشوفوا. قال إلا نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه إن شاء الله.